مساء الخير في نغمة جديدة كده بسمعها من بنات عندنا هنا في مصر نغمة إنهم مش عايزين يتجوزوا غير من واحد أجنبي سمعتها من ستات اتجوزوا وانفصلوا حصلت لهم عقدة من الزوج المصري وسمعتها كمان من بنات شافوا تجارب صاحباتهم وقرايبهم اللي متجوزين ووصلوا لمحكمة الأسرة ناريمان بطل القصة حقيقية النهاردة واحدة من البنات دول اللي قرروا ان هما او ان هي تتجوز اجنبي راجل من اوروبا واشترطت عليه ان هو يعيش معاها في مصر كانت وجهه نظرها انها اتجوزت راجل ما عندهمش بقى طباع وتحكمات المصريين واعملي واعملي وما تعمليش وفي نفس الوقت هيعيش هي في بلدها اللي هي بتحبها وما تقدرش تبعد عنها بس بعد الجواز اكتشفت ان هي ورطت نفسها في مشاكل تانية كتير واصعب بكتير تعالوا نسمع الحكايه من اولها اسمي ناريمان وعندي تسعه سنه درست اداب علم نفس وبعد ما خلصت درست سياحه حبيت مجال السياحه جدا بقى هو الكارير بتاعي وبحكم شغلي اتعرفت على اجانب كتير وكان عندي بعض التحفظات على الجواز من مصريين بسبب قصص ستات كتير حواليا تحكمات اللي متجوزينهم زي مثلا أنا ينفع اعمل اي حاجه معينه انما انتي لا عشان انا راجل وانتي ست غير بقي فكره الغيره من الست لما بتنجح ويكون معاها فلوس المهم اتعرفت علي واحد مش عايزه اقول جنسيته بالظبط بس هو من احسن دول اوروبا ارتبطنا كان وقتها عندي سبعه سنه وهو 55 سنه بس شكله كان شاب حبيته جدا حبيت شخصيته الجذابه حبيت طريقه تفكيره لما اعترفنا البعض بحبنا قلت له شرطي الاساسي نعيش في مصر لاني بحب بلدي جدا وما اقدرش اسيبها في الوقت ده هو دخل في الاسلام كان باين انه عمل كده عن حب واقتناع شرحت له كل حاجه عن عاداتنا وتقاليدنا وتقدم فعلا لاهلي على الطريقه المصريه مع العلم ان ابويا متوفي في الاول اهلي كانوا اعترضوا عشان فرق السن الكبير بس انا فضلت وراهم ولما شافوا ان انا متعلقه بيه قد ايه وشافوا هو بيحبني قد ايه وافقوا اتفقنا يكون بيتنا الاساسي على البحر في جنوب سينا وفعلا جاب هناك فيلا ثلاث ادوار سافرنا اتجوزنا في بلده قعدت معاه شهر هناك لفينا فيهم شويه في أوروبا في الشهر ده حسيت إني بصحى من الحلم الجميل على كابوس كل يوم يا سالي كانت بتظهر حاجه جديده في شخصيه جوزي لدرجه إنه حتى كان عايز يتحكم في أكلي لما رحنا باريس في الهانيمون اتخانق معايا في الشارع عشان مصمم يخليني أدوق أكل صيني لما رفضت مشي وسابني لوحدي من غير ما يكون معايا فلوس ولا حتى خط تليفون عشان اتصل بيه. كانت أول مرة أروح أوروبا. حسيت وقتها إني طفلة. تهت من أهلها. جات لي حالة إنهيار لحد ما سحبت فلوس بالفيزا والعملية نجحت فطلبت تاكسي ستر ربنا إنه اسم الفندق كان معايا على الموبايل. بعد كده اعتذر لي. حاولت أتجاوز اللي حصل. وقلت واحدة واحدة اكيد هنفهم بعض اكتشفت ان اللي حصل ما كانش مجرد موقف عادي وانه بطبعه شخص عصبي وبخيل كان كل يوم بتحصل بينا خناقات تافهه زي مثلا انه مش مسموح ليا اني اركب تاكسي ولازم اتعلم سواقة العجل بعد ما رجعنا من اوروبا رحنا بيتنا في جنوب سينا ناقشته في موضوع الحمل قلت له انا مش عايزه اخلف على طول واني اتكلمت مع الدكتوره بتاعتي عشان اشوف الموضوع هيمشي ازاي قال لي ملوش لزوم انا عامل عمليه تمنع الخلفه اتصدمت وقتها وسالته ليه ما ليش قبل كده قبل الجواز انت كده خدعتني قال لي لا انا حر وده جسمي ومن حقي اعمل فيه اللي انا عايزه حاولت اتعايش مع الصدمه بس حسيت جوايا بقهره ملهاش حل واللي قهرني اكتر أنه كل مميزاته اختفت وبقيت كل شويه اكتشف حاجه وحشه جديده زي انه متصاحب على ناس من قاع المجتمع بيشربوا مخدرات بقى كل يوم عايز يجيبهم عندنا في البيت بدا صحاب جوزي يملوا دماغه بكلام فارغ لحد ما في مره سافر وسابني لوحدي شهرين هو مسافر شفت على السوشيال ميديا صورته مع واحده معرفهاش لما واجهته قال لي عادي دي مجرد صديقه بعدها رجع من السفر متغير تماما دايما بيخلق اي مشاكل ويقولي لازم نتطلق وانا زي الهبله مش فاهمه في ايه اقول لا مش هنسيب بعض انا متمسكه بيك انت عايز تسيبني ليه وفضلت الخلافات تزيد وتزيد بدا يقل ادبه يجرحني بكلام صعب اقوله وفي اخر خلاف بينا لقيته بيسجل لي في اوضه نومنا من غير معرف ولما اكتشفت قال لي انت بتتهجمي عليا وتقريبا كان بيحاول يثبت اي شيء عشان يرجع بلده ويطلقني او يقول عليا مجنونه سبته ورجعت بيت اهلي فبعد يقول لي احنا لازم نتطلق اعملي لي تنازل عن جميع حقوقك في الشهر العقاري انت مش هتاخدي ولا مليم بعد الطلاق كل الكلام ده مثبت عندي لما رجعت بيتي لقيته مغير اقفال البيت الشقة. كسرت ودخلت ما لقيتش أي حاجة غير هدومي وهدومه عملت محضر إثبات حالة في الاسم. طلع قايل لكل الناس إني مريضة نفسيا وهو خلاص هيطلقني بعدها رجعت البيت فضلت قاعدة فيه بعدت له رسايل كتيرة جدا بعدها رجع من السفر كان معاه اتنين أصدقاء أجانب واحد منهم ومراته والتاني كان سنجل المهم مرات صاحبه كان بتحاول تعزمني على الفطار بره وأنا رفضت أتاريهم كانوا عايزين يسحبوني برا البيت ويرموني شفت جوزي مستخبي مع صحابه تحت الشجر فاتصلت بالشرطة طلبت المحامي بتاعي أول ما الشرطة وصلت كل صحابه اختفوا والمحامي بتاعي قال له أنه لي الحق أقعد في البيت ثلاث شهور العدة فجوزي قال تقعد ليه هي ما بتخلفش معهاش أطفال وأنا طلقتها غيابي المفروض تمشي قالوا لا قانونا وشرعا ليها الحق تقعد ثلاث شهور والمحامي بتاعي عمل له محضر انه تهجم عدالة فجوزي رفض يروح الاسم بدا يقرب من المحامي بتاعي عشان يشتريه عرض عليا اخد ميتين الف جنيه عشان ينهي الموضوع ويدي لكن انا رفضت بعد اللي عمله قررت امشي في الموضوع للاخر والمحامي بتاعي خلاني اقعد خمس ايام في البيت محبوسه وقال لي هيجيبوا ستات يدخلوا عليك البيت ويضربوكي ويطردوكي اوعي تفتحي الباب لحد وعشت في رعب ده غير انهم بعتوا بالفعل ناس جت لحد البيت عشان تهددني لحد ما اضطريت اخد عربيه واسيب البيت وارجع على بيت اهلي من كتر خوفي فوجئت بعدها ان هو عامل محضر سرقه فلوس واتلاف في المنزل وبيحاول يلبسني اي مصيبه كان كل همه يمشي من غير ما يديني حقوقي لان كان موقفه القانوني ضعيف جدا في بلده في اوروبا عشان ما اتجوزني هناك وليا حقوق في قانون بلده منها مثلا انه ممنوع يتم الطلاق الا بموافقه الطرفين وعشان كده لما رجعت بيت اهلي طلعت اوراقي ترجمتها وثقتها وبعتها لسفاره بلده قلت لهم انه طلقني غيابي إن انا مش موافقه على الطلاق بعتت ايميلات للصحفيين هناك حكيت لهم قصتي بدأ الموضوع يسمع، لقيت ستات بتتواصل معايا من بلده، واكتشفت إن جوزي مريض نفسي. متعدد العلاقات. كل ست شهور بيتعرف على واحدة جديدة من بلده، وينزل بيها مصر، يعيش معاها شوية وبعدين يشوف واحدة تانية. وأنا الوحيدة اللي أتجوزها، بحكم إن ديني وعاداتي ما تسمحليش إن أنا أصاحب. عشان كده كان طول الوقت بيحاول يبعدني عن اني اخد الاقامه بدل ما اروح بلده واكتشف عمايله لما بدات انشر قصتي معاه الموضوع وصل هناك لمجال عمله فصلوه واكتشفت انه كان مدعي الاسلام عكس ما فهمني واللي واجعني انه صحابه الاجانب هنا في مصر وصحابه المصريين كانوا عارفين كل ده انه متعدد العلاقات وما حدش حذرني وانا دلوقتي بحاول اتواصل مع مسؤولين هناك في بلده في اوروبا عشان اخد حقوقي وهنا في مصر رفعت قضية متعة وباقي القضايا بس فعلا قلقانة منه لأنه شخص في منتهى الشر وعمل لي تعذيب نفسي شفتوش في حياتي قبل كده غدر بيا طلع نصاب واتجوزني عشان جسمي وشكلي وتعليمي وإني قد المسؤولية وفي الآخر طلع بيتسلى متعدد العلاقات أتمنى الموضوع يكون ليه اهتمام معايا كل شيء مثبت بالرسايل والصور قولوا لي اعمل ايه رساله ناريمان رساله مختلفه عن كل القصص اللي جات لنا هنا في قصه حقيقيه لدرجه ان انا في حاجات عطلت فيها سكت مع اني قريتها مره واتنين وتلاته بس في حاجات تقيله ما تتقالش وده بجد حتى الزوج الاوروبي اللي في بنات بتدور عليه كتير عشان يبقى سالك طلع مش سالك واضح ان في ازمه زوجيه على مستوى الكوكب صح؟ <applause> سبحانه طيب ناريمان دلوقتي تعمل ايه عشان تخلص من الهم ده؟ يا ترى تروح محكمه الاسره في اوروبا ولا تروح محكمه الاسره بتاعتنا؟ طب ايه اللي المفروض الزوجه المصريه تعمله لما يبقى جوزها من بلد تانية؟ طب هي ليه ما وافقتش على ال ألف جنيه وتخلص؟ استنونا بعد الفاصل قصتنا النهارده عن ناريمان اللي كانت مقرره ان هي ما تتجوزش مصري معقد يتحكم فيها وهيخنقها فاتجوزت واحد اوروبي اتعرفت عليه بحكم شغلها في السياحه رغم فرق السن هي 27 سنه وهو 55 سنه المهم هو دخل الاسلام اتقدم لاهلها سافروا اتجوزوا في بلد جوزها في اوروبا وهناك بدات ناريمان تشوف واحد تاني عصبي بخيل عايز يجبرها ان هي تمشي بطريقته بس يوم ما رفضت تاكل اكل صيني في باريس اكل ما بتحبوش ومش بتعود عليه سابها في الشارع من غير فلوس وماشي لما رجعوا مصر فاجئها انه عامل عمليه وما بيخلفش شويه شويه لقيته بيجيب ناس غريبه بيشربوا مخدرات في البيت عرفت بعدها ان علاقاته كتير جدا وانه كل كام شهر يصاحب واحد. لما نريمان بدات تضايق ها وتضايق عليه الخناق بقى قال لها انا هطلقك بس تنازلي عن كل حقوقك لما رفضت طلقها غيابي بس في قانون في بلده هناك في اوروبا ممنوع الطلاق الا بموافقه الطرفين نريمان رجعت بيت اهلها طلعت كل اوراقها ترجمتها وثقتها بعتتها لسفاره بلده وقالت لهم ان هو خالف القانون وطلقها غيابي وان هي مش موافقه على الطلاق بعتت حكايتها للصحافة في بلد جوزها في أوروبا موضوع وصل هناك لشغله رفضوه ولسه المعركة بينهم مستمر عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد محمود حمودة استشاري الطب النفسي زيك يا دكتور حمود زيك يا سيدي أخبارك إيه؟ الحمد لله النهاردة أنا جاي أسمع أنا جاي أسمع لأنه موضوع مهم جدا فرق السن لما يكون كبير قوي كده يعمل مشاكل؟ يعني يعمل مشاكل طبعا بس في القصه دي مش فرق السن هو الاساس خالص لا بس تعالى نتكلم على فرق السن في العموم المفروض يبقى فرق قد ايه يعني الفرق المفروض ما فيهوش مفروض يعني مع ممكن يبقى اكبر منها ب 20 سنه بس هي ما تحسش ان هو اكبر منها ممكن يبقى اكبر منها بسنتين وتحس ان هو راجل عجوز بس دايما يقول لك خدها بس الفرق خمس سنين لانه الست بتعجز بسرعه لا ما هو برضو ده كلام مش مش ثابت يعني لأنه بس ده كلام يعني ستي وستك وكلهم قالوا أيوة زمان بس ده غلط لانه ممكن الست تكون اكبر منه وتكون احسن بكتير من الست اللي اصغر منه بخمس سنين او سنتين او ثلاثه وتعرف تحتويه الموضوع ملوش علاقه بفرق السن طيب قد ايه طب لما يبقوا قد بعض ده بيبقى مشكله الموضوع له علاقه بالنضج بتاع الشخصيه الماتيوريتي بتاعه البرسوناليتي والنضج العقلي كل ما شخصيته تبقى ناضجه كل ما هيقدر يحتوي اي حد اكبر منه بقى هو ناضج ولا ما لا هو المفروض بيعملوا خطوبه عشان كده عشان نشوف اذا كان الشخص ناضج ولا لا وكل ما هي شخصيتها تبقى ناضجه كل ما تعرف تتجوز واحد حتى لو ب 50 سنه سؤال ثعباني جدا صعباني جدا م. هل الخطوبه فعلا اتعملت عشان لما يتقفل عليهم باب هيبقى نفس الطباع هي هي ومش هنكتشف حاجه جديده لا؟, لا طبعا لا طبعا بس هي ذكيه لو شفت لو, لو هي لو ذكيه هتعرف تكتشف ده <applause> لا والله لو مين أبداً اسمعيني بس ما هو الفكره الخطوبه سطحيه ولا الخطوبه فيها عشره للاسف الخطوبات بتبقى اغلبها سطحيه يعني ايه يعني احنا اتخطبنا بنتقابل مره في الاسبوع هو بنعمل ايه مره هنعرف حاجه في مره في الاسبوع لا بنتقابل مرتين في الاسبوع نازلين نشتري العفش هنعرف ايه واحنا نازلين نشتري بنتعزم عندهم مش بس حاجة. اكيد مش هشوفه هو لسه صاحي من النوم بالظبط كده ما هو مهما عملت برضه هي مش لا سطحيه لا الاحتكاك المباشر وفترات آه. طويله هو ده اللي هيخلي نعرف الشخص اللي قدامنا عامل ازاي هيصحى يلاقيني قاعده بشرب القهوه مع مامته مش فكره صحي من النوم فكره آه. بقيتي يوم عامل ازاي فكره الاحتكاك المباشر في المواقف المختلفه فكره لما اقول لا هيعمل ايه هيتصرف ازاي آه. فكره لما اطلب حاجه معينه وهو مش عايزها هيتصرف ازاي وهتقبلني ازاي فكره لما اغلط هيحتويني اللي هيزعق لي ويضربني ولا هيعمل ايه اللي هيطلع مم. في الخطوبه يطلع بعد الخطوبه هو هو ومش هيعرف يمثل لو احنا كنا بنحتك بشكل مباشر فكره العشره عشره فلان تعرفه عارفه انت المثل ده لا في مثل احلى منه بقى دلوقتي اه اتعرضت مصلحتك معاه مش مهم عشيرته حتى لو عشيرته آه. مصلحتك اتعرضت معاه لا يبقى ما تعرفوش لا 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 ده حتى لا. لما عشرته ما عرفتوش لا, لا لا بجد لا 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 العشره بتخليكي تعرفي الناس لما تعشري الناس بس تعشريهم صح مم. تمام ويبقى في احتكاك مباشر في مصلحه بينا ولا لا ما هو دايما في مصلحه ما انا بتجوزك عشان اكيد في مصلحه ان انا عايز اتجوزك يعني هو انا متقدم لك عشان في الاخر ما فيش مصلحه ما في مصلحه هنا كان في مصلحه في الجواز يعني الاثنين يعني القصه بقى دي القصه بقى دي فيها كلام كتير قوي خلاص اول حاجه هي بتدور على حد اوروبي زي ما انت قلتي كده عشان ما يبقاش زي المصريين <applause> يعني احنا ليه ليه بنوصم بن نفسنا بوصمه عار وزي المصريين هو المصريين مميزين عن بقيه الناس لا ده راجل وده راجل على فكره يعني يعني هم المصريين بس عمره ما أسوأ رجاله في الدنيا دي جمله ملهاش لازمه كده وايه ملهاش معنى راجل راجل والست ست طب هو فعلا الراجل راجل والست ست ما دي حقيقه <applause> اه طب بس خليكي معايا بقى ليه احنا شايفين ان المصريين اسوأ رجاله في الدنيا؟ هو مش كده الحقيقه. لا مين اللي قال الراجل كده؟ الراجل المصري اكيد في اسوأ منه. الراجل المصري زيه زي اي راجل والست آه. المصريه زي, زي اي ست الفكره في الجنس نفسه فهي دلوقتي راحت اتجوزت واحد اوروبي على اساس انه ما يطلعش زي المصريين، طلع عانيه من المصريين على قصتها آه. انه الاوروبي ده اللي هو اوحش طبعا من يومار. اه اوحش من المصريين اهو آه. هي هنا في تعميم، هو كل المصريين وحشين؟ لا طبعا، طب هو كل الاوروبيين حلوين؟ لا طبعا التعميم غلط تعرف فكرة التعميم في مين؟ غلط وافضل اقولها لاخر يوم في عمري وافضل انا يعني مشكله ان ده يبقى عدوي الاول والاخير فكره في اللي ربه ايا كان بقى هو مين اللي ربه. برضو برضو مش بس اللي ربه. الفكره في التعميم ما ينفعش نقول ان كل المصريين وحشين او كل الاوروبيين حلوين ونبقى دي قاعده تعم. مسلم بيها وان احنا بنوصم الجنس كله بوصمه زي كده غلط هي كان هدفها انها تتجوز واحد اوروبي وهي لبست في الحيطه بس مش هدفها ان هي تتجوز واحد غني ممكن طبعا يكون كان فيلا ثلاث ادوار في جنوب, جنوب سيناء ورحنا اوروبا في شهر العسل اه كان هدفها انها تتجوز واحد غني ممكن ما ممكن حسيتش ممكن في طبعا حاجة في ممكن انا حسيت حاجه ثانيه بقى خالص هتخضك ايه بقى ان هي عندها مشكله ليه هي شخصيه اضطهاديه يعني هي طول الوقت عندها احساس بالاضطهاد والمؤامرات وفي كلام بس صاحبته كانت عايزه تعزمها على الفطار عشان تخليها تطلع بره الشقه يعني وياخدوها شفتي بقى شفتي بقى, بقى وبعدين كانت بتجيب انت بص انت الشجره اه ما بعرف ان الدكتور حمود اللي معايا في الحلقه والله العظيم بقعد <applause> اقرا القصه عشان عايز اشوف مداخل ومخارج آه اجيبها ده فعلا آه يعني الكلام ده ما حصلش انا حاسس كانوا قاعدين تحت الشجره تحت <applause> الشجره ايه بس يقعدوا تحت الشجره يعملوا ايه يعني وبعدين الراجل بتاع اوروبا ده مع ايه اللي يخليه يتجوز في مصر وتقول كل واحده هو كان بيصاحب بيصاحب ويجيبها مصر ليه؟ ما يصاحب ويقعد في اوروبا ليه؟ يصاحب <applause> <صحب تصفيق> <في جنوب> مصر اللي <applause> مصر انه كان عنده شقته فين قبل ما نعيش في جنوب سينا وبعدين ليه ليه راح اشترى فيلا في جنوب سينا طالما هو راجل بتاع لعب وحاجات ليه يشتري شقه اصلا؟ ما يقول لها هنتجوز في ايجار او هنعيش في اوروبا يعني ما احنا عادي هي اشترت تعيش في مصر ما ناجر شقه في مصر يعني آه ناجر في جنوب سيناء. ليه هما الاثنين هما الاثنين عندهم جوانب نفسيه مرعبه خدي بالك هو اتهمها بانها مريضه نفسيا آه. وانا اشك انها فعلا تكون مريضه نفسيه والله يعني اه ممكن فعلا تكون طب واللي يعمل هو هل نفسية. انا من حقي اعمل عمليه وما اقولش للي قدامي ان انا ما بخلفش دي قصه تانية قصه العمليه لا 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 دي, دي هي دي, هي القصه دي قصه تانية دي, دي هي القصه اللي انا فيها دلوقتي هو في وجهه نظره انه انه يخلف او ما يخلفش جسمي وانا حاره فيه لا انه يخلف او ما يخلفش ده اختياره وهي برضه هي كانت عايزه تاجل فهو لما يقول لها انا عملت بس عمليه بس هي لما اجلت عملية. قالت له انا رحت للدكتوره عشان ناجل على اساس عشان نشوف هناجل ازاي على اساس ان هم كانوا هيكملوا ما هو لو راجل ابن لذينه وهو مقرر من الاول انه مش هيكمل في الجوازه دي اه. طب ما هو مش هيخلف اصلا فهي فرقت بقى انه عمل بس عمليه بس هو انا لما اجي امنع الخلفه يعني ينفع أنا اروح لدكتور ولا لها اديني مثلا حبوب منع الحمل او ايا كان وانا وانا متجوزه احنا بقى طب ده ليه إحنا يعني ده ده ده, وحش للطرف الثاني احنا اتكلمنا عن الخلفه قبل الجواز ولا احنا كنا بنفكر بس انه احنا هنتجوز واو ده راجل عنده 55 سنه يعني هيفكر يخلف وهو عنده 55 سنه طب ما احنا اكيد بنتجوز عشان نخلف يا دكتور وهو عنده 55 سنه بيتجوز عشان يخلف اه لا طب الناس بتخلف عندها 70 سنه لا هو مين قال هي اتكلمت معاه في الخلفه هي بدات تتكلم معاه في الخلفه بعد الجواز ولا انا المفروض وانا في الخطوبه اتكلم في الخلفة. طبعا ده بينقوا اسماء العيال وهم مخطوبين معقوله اه طبعا مش اللي هو فوجئت بعد الجواز ان هو عامل عمليه طب ما أنتي ما سالتيش ليه من الاول مم. وبعدين اللي جايه تقرري بعد الجواز ان انا بفكر اجل الخلفة هو حد قال لك ان اصلا عايز يخلف انت متجوزه واحد عنده 55 سنه واوروبي ف فمين قال لك انه عايز يخلف؟ غالبا الاوروبيين ما بيبقوش عايزين يخلفوا. بس دي مش هو كده ما م... خدعهاش مش خداع. ما هو غالبا الاوروبيين اصلا مش عايزين يخلفوا. يعني ليه؟ هو كده هو ال... الفكر هناك كده عكس الامريكان على فكره، الامريكان بيبقوا عايزين يخلفوا وكل اسره امريكيه فيها ثلاث واربع عيال لكن م. في اوروبا لا عشان كده كبار السن في اوروبا هم اللي واخدين اكثر ال... عدد تعداد مش الشباب كبار السن لانه ما بيخلفوش. فهي قررت انها تتجوز واحد من ثقافه مختلفه هما فعلا الاغلبيه بتبقى كده بجد نتكلم جد بقى ان هما فعلا بيفكروا هو امتى هيريتاير او هيتقاعد ويسافر بالفلوس ويركب عجل ونجري في ساحاته و... اه هم بيفكروا عايز. كده فعلا عايز. فهي قررت انها تتجوز واحد اوروبي بثقافه اوروبيه م. خلاص ما تجيش تكلمينا عن خلفه وما تجيش تكلمينا على انه انا كنت فاكراه ومش بس ثواني هو واحد واحد جيت قدم لها على الطريقه الاسلاميه وحب ودخل الاسلام على اقتناع هي اللي طلبت كده يعني تفتكر هي ما ارغب يعني أنتي انت لو جالك واحد اوروبي حتى لو عمل كل حاجه مصريه جدا هتبقي مصدقه انه هو كده ده الطبيعي بتاعه رزق يا اخي ريزي يا اخي وجيك على نفسك مش كده بتضحكي على نفسك اه طبعا الثقافه مختلفه تماما والطباع مختلفه تماما والافكار مختلفه تماما وحتى لو عمل كده فهو بيعمل كده عشان يتجوزك مش عشان خالص يدخل في الاسلام هو طنط وانكل فين مامته وبابا مامته وباباه ايه ده عنده 55 سنه مامته يا دكتور عادي جدا يبقى عنده ده هو ده هو انكل لوحده ده هو انكل يعني ما فيش بحب اكلم حد كبير اكلم بيه اكلمه هو ده 55 سنه مفيش كبير فين عيلته بقى بلاش مامته فين عيلته بقى اصلا ما هو ملوش كبير القانون يبقى كبيره؟ القانون الاوروبي مش القانون المصري لأن يعني انت لا راي ما لا يخضع للقانون المصري هو اصلا لا يخضع للقانون المصري هو القانون الاوروبي هو اللي بيحكمه ده راجل معاه جنسيه اوروبيه فالقانون الاوروبي هو اللي بيحكمه. طب تعال نشوف القانون هيقول ايه؟ طالما انت قلت كده اخذت رايك اهو في القانون، تعالى نشوف القانون هيقول ايه؟ معانا المحامي الاستاذ احمد فؤاد الجهني المحامي بالنقد، الو مساء الخير. مساء يا حضرتك؟ اهلا بس كيف حال حضرتك؟ حضرتك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ايه رايك بقى؟ الست دي تتصرف ازاي؟ تروح فعلا لمحكمه اوروبا ولا المحاكم المصريه؟ طبعا يعني الموضوع ده الحمد لله رب العالمين محلول في القانون المصري مم. بشكل يعني واضح ان في مسائل تنازع القوانين ان القانون يتطبق على الزوجين لما يكون احد الزوجين مصري ان القانون المصري هو اللي بيطبق. حتى لو كان الطرف الثاني لا يخضع للجنسية المصرية حتى لو كان الطرف الآخر لا يخضع للجنسية المصرية ويخضع للجنسية أخرى أيا كانت الجنسية دي النص المادة واضح في القانون المصري إذا كان أحد الزوجين مصريا وقت قال الزواج يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الاهليه للزواج يعني الحاجه الوحيده اكسبشن او من ده أوه. ان يكون الشروط بتاعه الاهليه الصلاحيه للزواج نفسها وبس حتى لو كانت اتجوزته في بلده ايا كان ايا كان ده طب ولو كان هناك القانون بيقول ما ينفعش يطلقها غيابي احنا هنا عندنا في طلاق غيابي هناك ما ينفعش يطلقها غيابي لازم يكون بموافقه الطرفين ما هو هي برضه في حته برضه مش واضحه لينا في في المشكله م. هل هي متمسكه بيه ومش عايزه طلاق اه هي هي عايز هي, عايزة بقى. بقى. هي, بتحبه ومش عايز تاخد 200000 جنيه كويس فبالتالي <applause> فبالتالي هي لما تكون في اوروبا عايزه تطبق هي صاحبه المصلحه اللي بتختار مم. هتروح لاوروبا عشان المنازعه القانونيه دي تكون هناك مم. هتقدر تسترد بالقانون هناك اما في مصر طالما احد الزوجين مصري يبقى القانون المصري اللي بيطبق هو 200 ألف جنيه كفايه؟ دي مساله مساله يعني بتبقى ليها موائمه حسب الوضع الاجتماعي لا الوضع انا قصدي حاجه مش حسب الوضع الاجتماعي ممكن في واحده ما يكفيهاش مليون وواحدة تكتفي بألف انا بتكلم بالنسبه للوضع اللي هي فيه دلوقتي المحكمه تحكم لها بكام عشان هي تقول على 200 الف جنيه لا المحكمه معاييرها على قدره الزوج ومستواهم الاجتماع الاجتماعي والاقتصادي فهو مستوى الاجتماع الاجتماعي والاقتصادي هي كانت عايزه ال 200,000 دولار يا استاذ احمد طالما حضرتك قلت بناء على انه الزوج قدراته الماديه تقدر تاخد اه طبعا ده بيترسب على قدر امكانيات الزوج والزوجه امم انا بشكر حضرتك ونورتني ميرسي جدا يا استاذ احمد. أه، معقوله هي طمعانه في فلوس؟ اه ممكن طبعا تكون طامعانة في فلوس ولا طالما انا خسرت كل حاجة فانا مش هخسر دي كمان بصي لا هي ممكن تكون طامعانة في فلوس بس انا وجهة نظري في القصة دي ان الست دي بارانويد بيرسوناليتي هي فعلا <تصفيق> مريضة نحسين والله عظيم حرام عليك ما فينا ده وانه الراجل ده ما بيدعيش عليها لما اتهمها فعلا انها مريضة هي فعلا في قصه كلها بتقول ان هي عندها مشاكل طول الوقت احساس بالاضطراب كل ده عشان عايزه تعيش حياه كريمه بعتت والناس مش سايباها في حالها بعتت بس بعتت لصحف اوروبا فصحف اوروبا قاعده مستنياها تبعت فيهتموا والحكايه ديت <applause> <طب> ورفدوه <applause> من الشغل يعني من الشغل. النوش اللي عملته ده زي ما بيقولوا بالبلدي جاب نتيجه هو ده منطقي؟ حتى ده مش منطقي انا مش مقتنع بيه يعني هو ما اترفدش؟ يعني انا مش مقتنع اصلا انه حد رد عليها اصلا وبعدين ستات في اوروبا بداوا يكلموها لان الحكايه سمعت جدا في اوروبا طبعا <applause> هي عايزه تقول ما ممكن يبقاش في صوره اصلا لا ما تهزرش بقى والله والله ممكن ما جداً. ينفع كده والله, والله ممكن ممكن تبقى سكيزوفرينيك اصلا هي عندها فصام وكل دي تحسيني في الاخر هي ما اتجوزتش هي لنا في البرنامج وانه المؤامره لا 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 بالعكس هي ممكن تكون متجوزه وكل حاجه بس عندها احساس بالمؤامره طول الوقت انه الناس كلها متامره عليها والناس كلها عايزه تخدعها وانه لا على فكره ما قالتش كده انا حاسس كده من الكلام اللي هي بعتاه واصحابه مستنيين واصحابه مش عارف بيستخبوا طب ما هو غير الكالول وما سابش غير هدومه وهدومها يبقى ده واحد نيته كويسه بقى ان ده حصل اصلا يعني مين قال أنه هو غير الكالول ما هي دخلت قعدت اهي في الشقه يعني هي كسرت كسرت, كسرت الكالون ودخلت قعدت وهو راجل قاعد في اوروبا وجا غير الكالون في مصر ورجع تاني في اوروبا هي سيناريوهين يا السيناريو الاولاني ان القصه صح زي ما هي شايفاها اه لو حقيقي بقى السيناريو آه القصه صح الكصة زي ما هو زي نه. ما هي شايفاها كده الراجل ده نارسيستيك بيرسوناليتي راجل نرجسي ليه عشان ما خلاهاش تاكل الاكل نرسيستك سايكوباس لا لا استنى بس ما برضو دي حاجه من الحاجات اللي تخليني اقول استنى بس معهاش موبايل طب ما امنا بتاكلنا سبانخ لا تعالى بقى امنا بتاكلنا سبانخ بالعافيه وبناكلها عشان احنا مش عارفين فوائدها. يعني يومي تبقى شخصيه نرجسيه عشان بتاكلي اللي فيها حديد؟ هو سابها سابها في الشارع سابها في الشارع ومشي معاهاش آه موبايل ومعاهاش فلوس بس معاها كريدت كارد اللي سحبت بيه كانت حاطاه فين الكريدت كارد؟ ولا هي معاها محفظه ولا معاها فلوس ولا معاها الشان. موبايل شنطه ايه؟ ما بتقول حاجه سابني من غير فلوس ومن غير حاجه فمعاه كريدت كارد راح سحبت بيه وركبت التاكسي والحمد لله انه سحب على سحب اه الحمد لله انه سحب هي كتبت كده اه ما كنتش شو... مش عارف يعني القصه مش انت بتقلقني ليه؟ مش هي القصه مش مريحاني طب يا دكتور في حاجه هي عماله تقول ان هو اتجوزني عشان شكلي وعشان تعليمي وعشان جسمي و... ده حقيقي احساس برضه؟ المسؤوليه ايه علاقه بقى جسمي باحساس المسؤوليه؟ ايه علاقه شكلي؟ يعني بتعليمي. فيها كل حاجه ما هو الست الجميله تبقى جميله وتبقى قد المسؤوليه وجميله روح وجميله شكل يبقى هو اذا كان داخل يتجوزها عشان يتجوزها مش عشان يلعب ويمشي يعني ايه؟ يعني على كلامها كده ان جوزني عشان عندي احساس بالمسؤوليه وتعليمي يبقى هو داخل يتجوز مش داخل يلعب هو لو داخل يلعب هيختارها عشان شكلها شهرين ثلاثه ويسيبها ويمشي مم. لكن هنا هو بتقول على كلامها ان هو داخل عشان يتجوزها عشان تعلمها وعشان احساسها بالمسؤوليه وعشان مش عارف ايه ده معناه ان هي هو نقى عروسه هيتجوزها ويكمل معاها مش نقه واحده هي لما معاه تقول البخيل هو عمل ايه يدل على البخل ده كان عايز ياكلها اكل صيني عشان كان عايز يركبها العجله وما تركبش تاكسي ده اللي انا فهمته من القصه اه برضو آه صح آه طب بس عادي ما تركب عجله ما هو هناك في اوروبا العجل هو ده الشائع يعني او ليه لين لو لوحده او طريق لوحده بالظبط كده اه فده الشائع يعني فهو لو هو بخيل عشان كده ماشي او لو هي كانت طالبه فلوس تاني وبعدين واحد بخيل هيديها 200000 جنيه عشان يطلقه ما هو خلي بالك ال 200000 1000 جنيه بكام دولار دلوقتي يعني, يعني كام دولار يعني يعني هو لو كان قال لها 200000 دولار كان هيبقى مش بخيل اه يا اخي هنا ساعتها مفكر طيب احنا احنا أوه. عايزين نحط الخطين كده الخط الاولاني انه القصه فعلا حقيقيه وهي بتحكي القصه صح والكلام مزبوط الرجل ده مظبوط الراجل ده راجل نرجسي تمام سايكوباتي نرجسي سايكوباتي و... يعني ايه ما هو انت هت... هتفسر لي نرجسي سايكوباتي يعني شخص اهم حاجه عنده نفسه وبيفكر في نفسه اغلب الوقت وبيدخل في علاقات متعدده و... ده النرجسي السايكوباتي آه. بقى اللي هو ايه السايكوباتي بقى اللي هو بيحب نفسه ما هو بيحب السايكوباتي عنده مشكله انه انا ومن وراء الطوفان يعني ما عندوش مشكله ان الناس تتاذي الناس تتنيل ما عندوش ضمير بيحاسبه فاهماني ما عندوش ضمير بيحاسبه على اخطائه او على التصرفات اللي بيعملها فهو النرجسي السايكوباتي ما بيحاسبوش ما عندوش ضمير يحاسبه واهم م. حاجه عنده متعه وغرايزه وكده يعني الشخص الاناني قصة دايما بنسميه سيكوباتي الشخص الـ لا الشخص مع اللي ان بيفكر الاناني ده اكتر واحد مبسوط الشخص اللي بيفكر في مصلحته بس مش اناني اللي بيفكر في مصلحته بس طب ما ده الصح هو بيفكر في مصلحه مين ايوه ما هو انه مصلحتي تيجي على حساب الاخرين يعني انا مهم ان فكر انا اكون سعيد لا لما انا افكر في مصلحتي على حساب سالي فاقوم ادي سالي مقلب في الشغل واوقعها مع الرؤساء عشان انا مثلا لا انا لا كويس لا انا بتكلم حاجه ثانيه لما الراجل يقول انا مش مبسوط وعايز امشي من البيت او عايز اتجوز واحده تانية دا. ومش مهم بيته وعياله ومراته هل هو سايكوباتي لا ان هو ضحك عليها عشان خلي بالك انت كده ان هو ضحك عليها وان هو كدب قوي. على كلامها ان هو ضحك آه. عليها وان هو كدب عليها وان هو قال كلام ما حققوش وان هو طلع عكس طب ما اكيد ما بيروح يقول الثاني احنا عايشين مع بعض عشان بنقصد المروحه بقى هنا كده سايكوباتي انه بيكذب وانه بيالف كلام وانا يروح يقول انا بحبها واتجوزتها عن حب وان احنا دلوقتي وطلعنا ان احنا مش متفاهمين فانا هسيبها يا وعيالها مش انت تسأل يعني ايه يعني كده سايكوباتي اللي يعمل كده ايوه اللي هو بيكذب شكرا وبيالف كلام شكرا واهم حاجه عنده مصلحته وما بيفكرش في الاخر في الطرف الاخر ده اسمه سايكوباث اظن الرساله وصلت خلاص دي القصه الاولى القصه الثانيه القصه الثانيه انه هي عندها مشكله وان هي بارانويد وان هي عندها ممكن يبقى سكيزوفرينيا او وات عندها افكار اضطهاديه ممكن تبقى بارانويد بيرسوناليتي عندها شخصيه اضطهاديه فهي طول الوقت شايفه ان في مؤامره بتحاكي حواليها وان هي القصه دي من وجهه نظرها وان مش ده اللي حاصل خالص وفي حكايه ثانيه فاحنا لازم ناخد بالنا من القصتين هو الـ الـ الامراض دي كلها بتتعالج اه بتتعالج طبعا اه بتتعالج يعني لو بس إيه لما موجودة. يبقى الشخص مستبصر بالمرض اصلا يعني لما يبقى الشخص عنده استبصار بان في مشكله لكن الشخص لو ما عندوش استبصار بان في مشكله هيتعالج ازاي يعني ما في رجاله بتروح عشان خاطر مراتها او ستات بتروح عشان خاطر جوازها بيتعالجوا لو هو رايح عشان خاطرها كده اللي هو انا هراضيكي يعني لو هو رايح عشان خاطرها وهيرضيها وهيمشي بخطوات العلاج هيتعالج لكن <applause> هو رايح عشان خاطرها بس اللي هي الروح الاولى دي وخلاص انا رحت اقول للدكتور خلاص شكرا ده أوه. مش هيتعالج ولا حاجه امم يكملوا ولا ما يكملوش يعني انت فاكره ان هو عايز يكمل ده هو الراجل هو اللي عايز يخلع فهيكملوا ايه هي هي اللي متمسكه انا برضو مستغرب انها متمسكه انها تكمل ورافضه انها تتطلق وده غريب هي يعني صحيح. اه يعني وده غريب يعني يعني هو راجل مش عايزك وقال لك مش عارف ايه وعمل كل اللي ده انت متمسكه ليه ده المفروض تبقى انت اللي عايزه تتطلقي الاول عشان انا مش عايز اخر من عشان هو ببيت ايه هو لسه فيه بيت ده احنا متجوزين بقالنا كام شهر ده بيت في جنوب سيناء وثلاث ادوار ده ده فين البيت ده ما هو ما فيش بيت اصلا مم. يعني لما الاقي اللي قدامي بايع وخالع كده وبعدين انت شفتي لما قلت لك انه اشترى المحامي والمحامي بقى تبعه والمحامي لا المحامي ما بقاش تبعه بقى هو كان بيحاول يشتري المحامي اه اه شايفه الكلام يعني برضه نظريه المؤامره موجوده طول الوقت ازاي؟ طب ما اكيد اي حد هيعمل كده هيحاول يشتري المحامي ليه يشتري هو يعرف المحامي بتاعها منين؟ عشان يروح يشتريه يعني هو يعرف المحامي بتاعها منين قبله فين عشان يروح يشتريه ما اكيد باي حد مثلا بيبقى فيه مشاكل او عمل له محضر قبل كده أكيد بعرف مين المحامي بتاعه واكيد بحاول ان انا اتكلم مع المحامي عشان نوصل لحل والله بس اكيد مش بحاول اشتريه يعني هو ليه؟ يعني هستفاد ايه؟ ما هو بقى الفكره في كده انه في احساس بالمؤامره طول الوقت انا ما مش عاجباني الحكايه دي حاسس انه هي عندها مشكله هي عندها مشكله من اول اختيارها واحد عنده 55 سنه واختيارها واحد اوروبي مش مصري وانه المصريين كلهم وحشين تعميم بشكل عام على كل الرجاله المصريين مع ان الناس بتتبسط لما يبقى واحد عارف طريقه يعني واحده عارفه ان مش عايزه تتجوز مصري عارفه ان هي عايزه تتجوز راجل اوروبي عارفه ان ود... ده هي عايزه تتجوز راجل اوروبي ليه وعايزه تتجوز راجل اوروبي في سنها او قريب من سنها ولا راحت تتجوز عشان في حاجات في عندنا احيانا احيانا بتاعت... ما بنعممش انه الغيره بتبقى زياده انه بيبقى شايف نفسه ان هو الراجل انت عارف طبعا انه اغلبيه الرجاله هنا بتبقى برطمانات مربى وبرطمانات نفس... عسل ال... نحل نفس الحكايه لانه النحله الاصليه اللي بتبقى مربيه بتبقى بتبقى حاسسه اللي قدامها انه حاجه في أوروبا برضو. ما حصلتش لكن مش الاغلبيه بقى كده لا, لا, لا اوروبا عادي جدا نفس الحكايه هو فاكر اللي قلته على الغيره اللي انا هفضل اكرره واعيده انه الغيره الصحيه ان انا ايوه ابقى غيران على مراتي او غيرانه على 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 جوزي انا غيرانه بس واثقه فيه جدا لكن خايفه من اللي حواليه أيوة لان انا ما اعرفش اللي حواليه دول ممكن يقولوا ايه يعني انا جوزي راجل يضحك عليا يا سيدي وانا غيران عليا انا حر او انا مراتي يا سيدي ممكن حد يقول كلمتين انا انا غير حتى لو مش تسمع كلامه دي غيره صحيه آه في ناس كتير بتعرف تعملها آه هل هنا ده ممكن بيطبق كده لا هنا قصه ثانيه خالص يعني هنا هي من الاول زي ما بقول لك الاختيار هنا انت تزين نزلتي ليه اساسا الشارع عشان حد يشوفك ولا روحتي الشغل انت عشان يغيروا ابن غيرت ايه وكلام فاضي ايه او قال لها بشوف قال لها قال لها كلي اكل صيني هنا في راجل مصري بيقول لها كلي اكل صيني قال لها اركبي العجله في راجل قال لها اركبي العجله <applause> عارف اللي انا هركبكم ام بس فكري تنزلي من غير ما تقولي اهو يعني في ممكن يكون في اختلاف ثقافات هي شافتها بحكم شغلها في السياحه يعني البنت برضو مش غلطانه قوي كده هي أنتِ كل ده مش شايفة إنها عندها مشكلة في اختياراتها؟ ومش شايفة إن هي أنا بحاول أدافع عنك و... و... ومش أولا. ومش شايفة إن هي كانت أولى بيها إنها تفكر في زوج مناسب أكتر من كده، أهلها نفسهم رفضوا الجوازة وهي أصرت إنها تكمل في الجوازة، تمام؟ آآ 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 الجوازة كلها مش منطقية وشكلها مش منطقي، زي ما أنتِ بتقولي كده هو تقدم لها بالطريقة المصرية، تقدم بالطريقة المصرية جاب أهله يعني وهو جاي، ما جابش أهله يعني ولا حاجة، ده هو 55 سنة ما هو يعني هي كمان متوفي ليه كلنا دايما نقول في الجواز لازم يبقى مناسب؟ عشان ليه عشان قالك ان المناسب ده بيبقى جميل؟ أيوة رد بقى على السؤال ما هو مناسب ده يعني ايه؟ يعني ال ال الحاله الاجتماعيه كويسه، الحاله الماديه كويسه زي بعض مش كويسه، نعرف... مش كويسه، آه؟ مناسب ليا، مناسب لمتطلباتي، مناسب لاختياري فاهماني يعني كل واحد بيختلف عن التاني يعني المناسب ف... ده بيبقى دايما لنجاح نسبي. الجواز 100% لا مناسب ده نسبي لا مش لنجاح الجواز أوه. بس مناسب ده كلمه مناسب دي حاجه نسبيه مم. يعني المناسب لسالي مش مناسب ليا فاهماني والمناسب ليا مش مناسب لسالي فبالعكس المجتمع بيحط المعايير بالنسبه لسالي لا اللي لا لا بعدين كلنا رايي ان هي تتجوز مش عارف ايه يا سلام اه لا غلط ده, ده اللي يبقى مناسب ليكي غلط بقى في شغلك المناسب ومناسب ليكي في حياتك لا المناسب بيختلف من شخص لشخص فاحنا لما نقرر ان هو يكون مناسب لازم يكون مناسب ليها بمعاييرها تمام هي شايفه انه ده كان مناسب ليها بمعاييرها بس اهلها كانوا شايفين انه ده مش مناسب ليها بمعاييرهم فشايفين ان ده ما ينفعش تمام فهنا هي واهلها اختلفوا فهنا مين اللي نظرته ممكن تكون احسن؟ م. يعني اعتقد ان اهلها كان عندهم حق لانه احنا وصلنا لنتيجه في الاخر سلبيه ولو كانت سمعت كلام اهلها وما اتجوزتش الراجل ده كانت الامور هتمشي احسن من كده بكتير انا بقى هختم معاك بدي بس وما تعرفش سوئة. تاريخ مرضي عنه وما تعرفش حاجه خالص عنه ما تعرفش اتجوز سي مين سيقوة. عمل ايه هنجيب مين بيجيب يعني تاريخه المرضي طب ما يعني, ه... يعني لما اشوف امه بتسرق. في قاعده ال... مامته في المطبخ هقول فهي... اقول عندهم تاريخ مرضي ف... فهي ما انا لما كبرت عرفت ال... انا لسه ما خلفتش وما اعرفش يعني غلاوه العيال والمذاكره بس في ناس بتقولك لك لما كبرت عرفت الستات اللي بتقعد تصرق في البيت وهي بتذاكر العيال تاني هي ما تعرفش عليهم مجانين طلعوا عقلي ما تعرفش عنه حاجه خالص تتجوز واحد ما تعرفش عنه حاجه خالص ازاي هجيب تاريخه المرضي منين؟ ايه؟ ما هو المفروض بقى يعني انا هتجوز واحد المفروض ابقى عارفه عنه اي حاجه انا هختم معاك بسؤال عشان انت ايه يعني انت ما بتحبش الجات فيلنج او الاحساس اللي هو يبقى جواه كده بتحب الكلام العلمي الطبي لما اهلي يقولوا لي على حد لا ما قويش. لا اقاوح ما فيش حاجه اسمها ما وادي رايي وكل حاجه بس لازم في الاخر نوصل لاتفاق لانه اهلي دول مش جايين من الشارع ما هم شايفيني وعايشين معايا تاني هشرح لما لك حاجة لما لما امي تيجي تقول لك احساسي يعني اي ه... اي أيوة أيوة ام تتفرج عليا تقول انا احساسي مش مرتاح طب انا هشرح لك حاجه في دقيقه مم. عندنا حاجه في الطب النفسي اسمها جوهار ويندو تمام اللي هي نافذه جوهار النافذه دي بتقول ايه؟ بتقول انه الشخص متقسم اربع تربع تمام اربع تربع يعني في اربع مربعات مم. الشخص بيبص على نفسه من الجنب ده يبقى شايف كام مربع؟ اتنين اتنين والناس بتبص عليه من الجنب ده يبقى شايفين فيه كام مربع؟ مم. اتنين هو شايف في نفسه حاجات الناس مش شايفاها فيه في المربع اللي فوق مم. والناس شايفه فيه حاجات هو مش شايفها في نفسه اللي هو المربع اللي تحت على الشمال وبعدين هو والناس شايفين حاجات مشتركه مم. اللي هو المربع اللي مشترك اللي هو تحت اللي احنا شايفينه بالظبط كده في مربع بقى ناقص اللي هو العقل الباطن تمام آه. ده بيشوفه الدكتور النفسي من خلال جلسات العلاج النفسي ولكن اللي انا عايز اقوله ان هم شايفين فيها حاجات هي مش شايفاها في نفسها فاذا وجهه نظر الناس مهمه ولا لا؟ في الاختيارات مهمه جدا لان انا مش شايف نفسي تماما انا شايف نص بس انت ممكن تبقى مع عم عبد البواب <applause> او حارس العقار فيجي يقول كلمتين فيك مش حلوين انا متخانق ده... مع حد من زمايلك في الشغل راي الناس ايه ما انت ممكن تقول مشاكل الدنيا والاخره وفي البيت انت كويس انا ما بقولش راي الناس انا بقول انه هي الناس شايفه فيها الناس القريبين منها شايفين فيها حاجات هي مش شايفاها في نفسها فهي ممكن تبقى شايفه ان هي تنفع مع الشخصيه دي بس باباها ومامتها شايفين انه ده ما ينفعش معاكي عشان هم شايفين جزء في شخصيتها هي مش شايفاه احنا بنتكلم على شخصيتها احنا مش بنتكلم في على راي الناس جوهر يعني جوهر ويندو ده ايوه دي شخصيه الانسان مش اراء الناس يعني انا مهما عشت هجيب بس الثلاث مربعات ومربع الرابع لازم لي دكتور نفسي اه لانه ده العقل الباطن لا المختزنه اللي جوانا اللي احنا ما عنها حاجه تاني اللي انا عايز اقوله يعني الدكتور النفسي هو الوحيد اللي بيتكلم لعقل الباطن يعني انا لما اتكلم ومثلا يكون حد بيتكلم وهو نايم طب خليكي ده, ده ما بيبقاش عقله باطن بتكلم جد والله طب ده ما بيبقاش عقله لما بتكلم مع حد سيبك بس السؤال ده انا عايز اوضح حاجه اصل عايز اعرف اصل نافذه جهار مالهاش علاقه براي الناس عشان انت دخلتني في راي الناس وعبد البواب ومش عبد البواب احنا مالناش دعوه براي الناس اصلا نافذه جوهر ده معناه ان القريبين منها شايفين حاجات فيها كشخصيه هي مش شايفة في نفسها زي لما مامتك تقولك على فكره سالي انت عناديه بس انت شايفك نفسك مش عناديه يبقى ده في المربع <applause> اللي, وهل اللي تحت على الشمال لا مثلا <applause> ده في المربع اللي تحت على الشمال اللي هو الناس شايفاه بس انا مش شايفاه في نفسي فاهماني في مواصفات <applause> شخصية شخصيه على موجود. فكره انت عديتي الصعب ولسه الاصعب هم شايفين ان انا ممكن اعدي باي حاجه و... وانا ما كنتش شايفه نفسي ان انا كنت قويه في فتره آه، زي دي مثلا هم شايفين فيكي حاجات انت مش شايفاها في نفسك فده مهم انت ممكن تبقي شايفه انه انا هيمشي معايا الشخص الفلاني هم شايفين ان ده ما يمشيش معاكي انا بقى مقتنع ان انا عايزه اجمع المربى انا هجمع النافذه دي كلها لازم يكون فيها دكتور نفسي اه لازم يبقى في حد بيعرف يقرا عقل الباطن بتاعي عشان يعرف يساعدني انا هقعد معاك عشان نقرا العقل الباطن يلا بينا موافقه جدا نورتني يا دكتور حمود استنونا بعد الفاصل لسه محتاجين نتكلم شوية ما فيش حاجة اسمها أن الزوج المصري أو الشرقي عموما عنده مشاكل طول الوقت ولا أن الأجنبي اللي من دولة متقدمة من دول أوروبا لازم يكون جنتل أو ديسنت ما فيهوش عيوب فيش حاجة اسمها جنسية عندها مشاكل أصلا الجنسية دي وجنسية ما عندهاش مشاكل فيش الكلام ده كلنا في الآخر بني آدمين فينا الحلو فينا الكويس وفينا الوحش زي ما في ذكور هنا يعني مش هنقول رجاله اللي هو الذكور اللي هم ايه ما بيصرفوش على اولادهم بيساوموا مراتاتهم على الطلاق عشان ما ما يدفعش مليم في كمان زوج اجنبي بيتصرف نفس التصرفات يمكن اوحش منها كمان اوروبي عصبي بخيل بيكذب بيشرب مخدرات متعدد العلاقات رافض طلع عامل عم عمليه ما بيخلفش رافض يدي مراته حقوقها طلقها غيابي ده انت غلبتنا تقريبا عشان احنا هنا بنتابع اخبار بعض بنشوف اللي بيحصل في محاكم الاسره فبنقول ان اكيد بره هيبقوا ملايكه يعني مش هيوصلوا للدرجه دي لكن مين عالم لو رحنا اوروبا شفنا المحاكم اللي هناك هنلاقي فيها ايه في تقرير صدر هنا من مركز المراه المصريه بتقول فيه الدكتوره نهاده ابو القمصان مدير المركز انه اعداد المصريات المتزوجات من اجانب في مصر حوالي 40 ألف ست الكلام ده من كام سنة عايز أسأل بقى كل مصرية اتجوزت من زوج غير مصري أنت مرتاحة؟ طب العيوب اللي بيقولوا عليها البعض موجودة في الزوج المصري ما لقيتهاش في, في, الأجنبي؟ بصي يا ناريمان يعني كل بنت بتقول لا أنا مش عايزة أتجوز مصري عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا دايماً المشاكل والأزمات صوتها عالي الوحش هو اللي بيبان اشباه الرجال اللي مبهدلين ستاتهم في البيوت وفي المحاكم <applause> هما اللي قصصهم مسموعه اكتر بس مش معنى كده ان دول الاغلبيه بالعكس الاغلبيه دايما النماذج الحلوه دايما الناس بتحكي الوحش وما بتحكيش الحلو بيخافوا يتحسدوا البلد مليانه رجاله محترمه ولاد اصول عارفين يعني ايه بيت وعارفين ازاي يحافظوا على الستات اللي معاهم بيعمروا بيوتهم وبيربوا عيالهم وبيساعدوك في التربيه والوحشين برضو موجودين كتير انتي وحظك بقى بالمناسبه انا مش بقول كده عشان ما تتجوزوش من اجانب مليش مصلحه بس انا عندي موقف كده من اننا نتجوز على اساس الجنسيه لان الصح اننا نختار حد كويس اخلاقه كويسه اهله كويسين نشوف بقى واحنا مرتبطين بيه بقى بيتعامل ازاي مع الناس الفاظه بتبقى عامله ازاي في الخناقات بعد ما نطمن ونحكم العقل ساعتها نقدر نرتبط بيه سواء كان مصري او اي مكان جنسيته وعايزه اقول لك على حاجه فعلا زي ما بيقولوا ده مش كلام وخلاص لما بيتقفل عليكوا باب بنكتشف حاجات كتيره قوي ملهاش حتى لو ارتبطنا العمر كله بيبقوا واخدين بعد من هو في ثانويه عامه بيتجوزوا وعندهم 28 29 سنه 30 طباعه بتتغير سمعتي كلام دكتور حموده في الفقره اللي فاتت سمعتي كمان كلام المحامي هستنى منك رساله تطمنيني فيها عملتي ايه اهم حاجه نفسك اشتري نفسك هستنى منكم قصص جديده تكون معانا هنا بس اهم حاجه تكون قصه حقيقيه باي باي